أناس يزرعون الأمل. شغفت بالحاسوب كل الشغف، فأنا أقضي أوقاتاً ممتعة أمامه، تارة أكتب وأخرى ألعب وأبحث أو أرسم، فيمر الوقت بسرعة. وفي يوم من أيام العطلة انتظرت صديقي رمزي كالعادة قبل الذهاب إلى مركز الإنترنت لجمع معلومات نغذي بها ثقافتنا، لكن الانتظار طال وصديقي لم يحضر، فانتابني قلق عليه، اتعودت منه احترام المواعيد، واعتراني في الوقت نفسه خوف من أن يلغى ما عزمنا على تنفيذه من نشاط، فتوجهت إلى منزله أستطلع الأمر، فما أن رآني حتى رحب بي معتذراً. إني آسف لعدم حضوري في الموعد ولما سببته لك من قلق، فقد اصطحبت أمي أختي الصغرى إلى مركز الرعاية الأساسية بغية إجراء التلاقيح، فاضطررت لتعويضها في القيام ببعض شؤون البيت، وها أنا على وشك الفراغ منها. قلت بعد أن قبلت اعتذاره: ما رأيك لو نخصص حصة الإبحار في الإنترنت هذا اليوم لجمع معلومات حول الخدمات الصحية وحول أنواع التلاقيح ودورها في الوقاية من الأمراض؟ استحسن صديقي الفكرة. دخلنا القاعة وأبحرت أنا في موقع يتعلق بالتلقيح، في حين اختار رمزي موقعاً يوضح مختلف الخدمات الصحية التي تقدمها بعض الجمعيات كالهلال الأحمر والجمعية التونسية للتحسيس بالتبرع بالأعضاء. جمعت ما رأيته مناسباً من معلومات وصور وأرقام، وكذلك فعل صديقي. وبعد أن عرض كل منا على الآخر من تقاه من إفادات، قال رمزي: هكذا يكتمل العمل، ملف نسميه التلاقيح تحمينا، وآخر أناس يزرعون الأمل. أكتشف، أقرأ ما يأتي. قال رمزي: هكذا يكتمل العمل، ملف نسميه التلاقيح تحمينا، وآخر أناس يزرعون الأمل. أتصور أحداث النص وشخصياته. أحداث النص حسب تصوري ستكون مراوحة كلامية بين شخصيات هذا النص، وهما رمزي وصديقه. من هم الأناس الذين يزرعون الأمل حسب رأيك؟ الأناس الذين يزرعون الأمل حسب رأيي هم من يساهموا في بعث الحياة في نفوس الآخرين ويسعون لمساعدتهم. أتفاعل مع النص. لماذا اتفق الصديقان على التلاقي؟ اتفق الصديقان على التلاقي للذهاب إلى مركز الإنترنت لجمع معلومات. ما هو موضوع بحثهما؟ موضوع بحثهما حول الخدمات الصحية وحول أنواع التلاقيح ودورها في الوقاية من الأمراض. أبدي رأيي. يخصص رمزي وصديقه وقتاً في أثناء العطلة للإبحار في الإنترنت. ما رأيك في ذلك؟ إنه شيء إيجابي، وذلك لحسن استغلال الصديقين الإنترنت في شيء مفيد يضفي إليهما معلومات جديدة ويثري زادهما المعرفي. وأنت، كيف تصرف وقتك في أثناء العطلة؟ عادة ما أصرف وقتي أثناء العطلة في زيارة بعض المناطق التي لم يسبق لي أن زرتها وأكتشفها.